مرحبا بكم أعزائي المتابعين. سنشاهد في هذا الفيديو سرقات غريبة وعجيبة وقعت في السعودية وصورتها كاميرات المراقبة. لن تتخيلوا غرابة هذه السرقات. قبل البدء نشير إلى أن السرقات الموجودة في هذا الفيديو هي سرقات حقيقية، الغرض من نشرها التعلم والاستفادة وليس الغرض الإساءة إلى جهة ما. قبل البدء أيضا نلتمس منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب. هيا لنبدأ. في هذا المقطع الأول نشاهد هذا الشخص أوقف سيارته في هذا المكان ونزل من أجل شراء بعض الأشياء، والخطأ الذي ارتكبه هو أنه ترك السيارة مشتغلة، فتوقفت سيارة أخرى فيها مجموعة من الأشخاص فقرروا استغلال هذه الفرصة وسرقت السيارة. كما نشاهد نزل أحد الأشخاص الثلاثة فرأى صاحب السيارة بأنه مشغول فتسلل إلى السيارة التي وجدها جاهزة للسياقة ففر بها ودون أن ينتبه صاحبها. تقريبا مرت دقيقة ولا زال صاحب السيارة لم يعرف ما وقع. كما تشاهدون الآن مرت سيارة الشرطة من الجهة الأخرى. في هذه اللحظة لو أن صاحب السيارة انتبه لما وقع وأخبر الشرطة لقامت بملاحقتهم. في هذه اللحظة صاحب السيارة يلتفت جهة سيارته فلا يجدها فيبدأ في البحث عنها وأدرك الآن بأن سيارته تمت سرقتها. هنا سنشاهد سرقة بطلها طفل. دخل رجل ومعه طفل صغير إلى هذه الصيدلية. تقدم الرجل وبدأ يتكلم مع البائع ويحاول إبعاده من مكانها. في هذه اللحظة تسلل الطفل ودخل إلى المكان الذي توضع فيه النقود وبدأ في سرقتها. أخذ مبلغا مهما وأخفاه في سروالها ثم ذهب في اتجاه الرجل وكأن شيئا لم يقع ثم خرج من المحل. في هذا المقطع سنشاهد رجلا سحب مبلغا مهما جدا من البنك، وفي طريقه إلى هذا المكان كانت تتعقبه عصابة من أجل سرقتها. بعد وصول سيارة العصابة بدأ أفرادها النزول وتنفيذ خطتهم من أجل الهجوم على الشخص وسرقة المبلغ. نشاهد هذا الشخص يصلح شيئا في سيارته، لذلك قام برفع غطاء المحرك وترك السيارة قيد التشغيل. إنها فرصة مناسبة للسرقة، بالفعل ذلك ما سيستغله هذا الشخص الذي سيأتي وسيدخل إلى السيارة بهذه الطريقة كأنها سيارته ثم يفر بها. في هذا المقطع نشاهد هذا الشخص تسلل من تلك الفتحة إلى هذا المحل. يبدو أنه يدرك غياب صاحب المحل. بعد أن دخل يذهب إلى المكان الذي يجلس فيه صاحب المحل. هو يبحث عن النقود. أول شيء يجده سيجد مصحفا سيقبله كما تشاهدون، ثم سيأخذ الخزينة التي فيها الأموال.
الأموال ثم يخرج من الفتحة التي دخل منها. في هذا المقطع نشاهد تلك السيارة الحمراء، قام أحد الأشخاص بفتح بابها الخلفي وقام بخطف أحد الخراف. في هذا المقطع سنشاهد سرقة أغرب مما يكون. هذا الرجل دخل إلى هذا المحل الخاص ببيع العطور والأعواد الفاخرة فطلب من صاحب المحل أن يأتي له بشيء. استغل هذه اللحظة وأخذ حقيبة عود فاخر وفر هاربا. بعد أن عاد صاحب المحل لم يجد الرجل فأدرك أنه سرق الحقيبة، ولكن الوقت الآن قد فات لتوقيفه. في هذا المقطع سنشاهد هذه السيارة الحمراء التي قرر صاحبها أن يوقفها في هذا المكان من أجل قضاء بعض الأغراض، تركها قيد التشغيل. في نفس الوقت كانت هناك سيارة بيضاء ستقوم امرأة بالنزول منها واستغلال هذه الفرصة. دخل هذان الشخصان إلى هذا المحل وحاول سرقة أحد الهواتف، لكنهما لم ينجحا في هذا الأمر فقام بمهاجمة البائع وضربه بالحجارة كما نشاهد. في هذا المقطع سنشاهد هذه المرأة مع طفلها الصغير، كانت مارة من هذا المكان فقام أحد الأشخاص بملاحقتها ومحاولة سرقتها. بالفعل في هذه اللحظة يقوم بمهاجمتها وأخذ حقيبتها بقوة وفر هاربا. في هذا المقطع نشاهد تلك المرأة كانت تسير على الطريق، جاءت سيارة إلى جانبها فقام أحد الأشخاص بخطف حقيبتها. هنا نشاهد أحد الأشخاص يقوم بملء خزان وقود سيارتها، العاملان يتكلمان معه في هذه اللحظة لكنه قرر الهرب دون أن يدفع ثمن الوقود وأخذ معه أنبوب الوقود أيضا. توقفت هذه الشاحنة الخاصة بشركة لبيع الحليب ومشتقاتها أمام هذا المحل فتركها السائق مشتغلة، فقرر شخصان استغلال الفرصة وسرقتها.
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.